السلام عليكم ورحمة الله زوف الأول، مرحبا بكم في هذا اللايف الثاني يوم 17 سبتمبر. اللايف هذا باش نخصه دائما للقضايا الداخلية للجزائر وكم هي كثيرة. نبدأ قبل كل شيء بحرائق البريد اللي اندلعت اليوم، يعني بطريقة ماهيش مفاجئة سمعت، ولكن يعني طريقة منظمة. آخر سني ويعتمد على صور الشروق، قناة الشروق، يقول لي بلي يعني أربع نقاط في ولاية البليدة تشعل فيهم النار ب يعني طريقة ممنهجة، طريقة ممنهجة. هذا النيران هذه اللي شعلت شعلت في الليل، نيران هادية شعلت في الليل في مفتاح سمعة بوينان وبوكارة، وبين كل نقطة 20 كيلومتر، يعني كل 20 كيلومتر عندك نقطة شعلة فيها النار. هذا يوضح باللي شيء هذا ممنهج، شيء ممنهج، مش ممكن يكون الصدفة انه اربع نقاط نيران بعيدة كل نقطة على الاخرى بعشرين كيلو يشعلوا كم في وقت واحد. كماشي كنايد مجرمة وراء هاد الحرائق اللي جي جوست بعد حرق تعب جاية واللي ما زالت شعلة. الشعب الجزائري ماهوش غافل، الشعب الجزائري ماهوش غافل، يعرف باللي العصابة الحاكمة في الجزائر يلزمها تتغذى من العنف، من النيران، من الحرائق، من الإرهاب، تغذى من هذا الشيء. بدون هذا ما تقدرش، هذه عصابة إجرام، عصابة عراية، تقدرش تعيش في لامان ترونكيل، ما كانوا والو، نخدموا نبنيو، ما نبنيوش، ما تبنيش العصابة هذه. العصابة تكذب عليك، تقول لك انا درنا حققنا، وتقول شوف الكذب، وظهر الكذب ديالهم في البريكس. اقتصاد اثيوبيا خير منهم 1000 مرة، اثيوبيا قبلوها في البريكس وما داروش هيلامان، واللي دايرين هيلامان قالوا لهم تربحوا ما عندكمش بلاصة. يعني هاد النيران اللي راهي شاعلة في البليدة نفس الطريقة شعلت بها في بجاية. احنا نعرفوا بلي العصابة سبيشاليتي تاعها تشعل النار، سبيشاليتي يعني شهادة من واحد منهم يقول بلي لما كانوا في باليسترو في الخضارية كان جنرال مجاهد، وكان هذا يا شنقريحة كان ذاك الوقت كورونال، كان يشعلوا في النار، يمدوا العسكر يشعلوا النار في الغابة، يقولوا باش يخرجوا الإرهابيين. واليوم علاش شعل النار في الغابة؟ باش الإرهابيين يقعدوا في الحكم. انتم هما الارهابيين. يعني الشعب الجزائري هذا واش ذنبه؟ واش دار؟ حرق جوامع ولا واش باش يصيب روحه؟ طاح عليه عصابه من جوعاته، سرقته، نهبته، تكذب عليه عيناني بكل وقاحه، تشعله في النار،
غالقه عليه دايرته في سجن، يقول الشعب الجزائري ما عندوش وين يروح، ما عنده وين يروح، عنده تونس وخلاص. هذا تاع اللي فيزا شحال راح يجيب فيزا في العام من جزائريين كان يا ربي ما يجيبوش 500 الف فيزا، ما كاش 500، ما كاش 300 الف فيزا، ويديهم من قماقم وكذا، ما الشعب والو الله ينوب، دايرين محبس غالقين عليهم، ما يقدر يروح المغرب، ما يقدر يروح ليبيا، ما حبوا يروح لموريتانيا والنيجر، تونس ما كاش النيجر. يعني تشوف هذا عصابة ولاد حرام تاع الصح. إذن هذا هذه النقطة الأولى تاعنا تاع اليوم تكلمنا عليها. و طبعا العصابة ما تكلمش، ما يعطوش أرقام، لا تاع الجاية لا تاع بليدة، ما يعطيكش أرقام، ما تعرفش شنو صاير. يجي يكتب عليك صحف بودور وتقول لك رامي يحاربوا في النيران برا بحرا جوا، ايه مسخرة. جايبين البحرية والطيران والدبابات و... تحكيوها واحد آخر، تحكيو الشعب الجزائري، الشعب الجزائري فايق لكم. للأسف هذا هو الواقع اللي رانا فيه. قاعدين تكذبوا وتكذبوا عيناني، بالأقل 19 مليون سائح في وهران. ايوا ناس بالعقل يا بالعقل، وين رايحين بالكذب هذا يا؟ ألو اليوم الوزير الأول اللي هو السفيه الأول يعني راه طالق فيها الكذب ما شاء الله، نشوفوا الكذب تاع السفيه الأول بعد الفصل. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.